وين 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 رايح؟ ما تشوف يا عم مطبخ الذبايح. طيب وش نسوي بهم؟ ننزل نقول لهم اعطونا ذبيحتين ويوصلونها لنا بالاستراحه. معصي انصح اني تبي تفشلني قدام ابوك عند الضيوف. معصي لا، وش بيحطونا من الذبايح؟ بيحطونا طعمك سديش ولا فيها خراج ولا فيها طلوع؟ اترك عنك بربشة المطاعم، كون نشتري الذبايح بنفسنا ونختارها مع الغنيمه. يلا سوق الغنم، يلا يلا ابلش. شو ابشر، يلا امري. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا يا عم، الهرافة واللبنيات أبشر بها. كفو والله كفو. أقول ولدي يا عامر. سمي عم. عادي والله بس أنا عيدي، اخترنا ذبيحتين نتجمل بوق قدام الضيوف. أبشر بعزك يا عم، ما طلبت شيء. كفو. ها أختر واحد. هذا تعرف وشو ذا؟ خروف. وانا قال لي اسمكها يا عامر، قال لي اسمكها، ادري انه خروف، لكن هذا يا ولدي سديس هرش كبير بيقضى غازكم وكهربكم ما استوى. اي بس كبير يكفي الضيوف كلهم. ما هو على الكبر يا ولدي، على العمر، لا صار لباني صغير ولا طعم منه. اقول عطنا ذاك الطري، عطنا ذاك الصغير اللباني. طيب وشلون اعرف عمره؟ بسنانه يا ولدي، شوف ذي لباني صغير 3 أشهر 4 أشهر، هذا لو طبخته وزين الحمى. إيه بس ما فرش لونه. أقول قم بس ضف وجهك، روح جيب الموتر بس قم. يلا أبشر. عادي أبو عطنا أخوه، عطنا أخوه اثنين، عطنا اثنين. أبشر أظهر من اليوم ما شاء الله. أخلص يا عامر. يلا تكفى يا سنادي يا عامر، الحق الحق على المطبخ نحط الذبايح، ثم نروح طال عمرك للسوق نجيب الخضرة والفاكهة وندبر كلش ونسنعه ونروح للحيالة نفتحها وننظفها. حتى الخضرة نقضيها بنفسنا. أجل وش تبينا نسوي؟ تبينا نروح لذا الجوال ذا اللي يطب زون ذا اللي يسمى تطبيج، ولا نكلمهم ذا اللي يوصلوا يجيب لي أي كلام؟ لا معصي، نبي نروح ناكل السوق ونتقضى بنفسنا ونلمس كلش ونسنع وندبر، نجيب الطماط والبصل والخضرة والفاكهة والطيب والتمر بعد. أبلش. شو؟ أبشر. أبشر يا عم. أبشر. أي بعدي بعامر. يلا انتبه للطريق يا ولدي. بسم الله تبارك الله ما شاء الله، الحمد لله على السلامة والعافية. يا كومار كومار يا كومار كومار، ارفق وين راح كومار؟ اجي 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 اجي. السلام عليكم. سلام ورحمة، شلونك؟ طيب؟ كويس كويس. شوف يا كومار، افتح الخيمة ونظفها وسنعها وشغل المكيف. المكيف هذا على طول خربان، مكيف مخيم هذا. اوف، هذا اللي ما حسبنا حسابه. تدري خلي الباب مفتوح، نظفها وسنعها ورش ذا الحديق عشان يجينا البراد من داخل. ولا تنسى شب على القهوه وشب على الشاهي وسنع ودبر كل شيء، لا تصير مثل ذا الارفل ذا. زين كويس ان شاء الله. عادي والله بكومارس هنايدي. شكرا. يلا يلا عط عط المقاضي، نزل الباقي من السياره. يلا 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 نسنع كلش. يلا